على الجانب الآخر، عجبني جدا على السوشيال ميديا امبارح، أنا توقفت أمام هذه اللقطة. ناشئ بيلعب في نادي الزمالك، بيلعب في نادي إيه؟ الزمالك، قرر يحتفل بأي هدف يجيبه بصورة والدته المتوفية. طفل ناشئ اسمه محمد حسن عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك. اللاعب ده لازم ندعمه ونقف جنبه ونحييه على طريقة احتفاله، والله يرحم والدته ويبارك له في ويبارك لها فيه، ويفضل متمسك بحلمه ونشوفه بيحتفل بنفس الطريقة دي لما يكبر كمان مع منتخب مصر إن شاء الله. لو لاحظتوا هتلاقوا إنه كل جمهور النادي الأهلي كان بيدعم هذا الناشئ الصغير قبل جمهور نادي الزمالك، طبعا جمهور نادي الزمالك ولكن أيضا جمهور النادي الأهلي. لما بتبقى في حاجة حلوة الكل بيتفق عليها، لأنه في النهاية هذه هي قيمة الرياضة والروح الرياضية. هو ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده دايما اللي احنا بنحب نشوفه في كل المجالات، في كل المجالات، مش في كل المجالات الرياضية يعني. فلقطة جميلة جدا حبيت ان انا اتكلم فيها ايضا مع حضراتكم.